يلا صبحهم بالخير. كيفكم مع الصلاة؟ أو بالأصح كيفنا أنا وأنتم مع الصلاة؟ إيش رأيكم أنزل مادة مسموعة نسمع سوا، وأنا متأكد أنه تغير كثير من المفاهيم تجاه الركن الثاني من أركان الإسلام. أقول يا شيخ، أنا بناتي يصومون لأبوهم المتوفي، صيام هو كان مفرط، ما يصوم اللي يعني يفطر في رمضان، فهذا يجوز ولا صدقة ولا كيف؟ هل هو كان يصلي محافظ على الصلاة؟ والله مفرط يعني يضيع بعض الصلوات؟ إيه يترك، والله يترك سنين، هو يترك ومات على ذلك ولم يتوب؟ والله إلا يعني يصلي هو أحيانا في البيت، أحيانا الجمعة، أحيانا. لا أنا قصدي هل يترك الصلاة نهائيا أو قصدي ما يصلي مع الجماعة؟ لا الجماعة ما يصلي معها مرة، لكن ما يترك الصلاة. إلا يتركها والله يا شيخ متعمدا كسلا، يعني كسل. هذا لا يصام عنه ولا تنفعه الأعمال الصدقة إذا مات على ذلك، والعياذ ولا الصدقة ولا شيء، ولا يستغفر له. أحسن الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. سمعتوا أنتم لعب نمين سألت الشيخ عن الصيام لشخص متوفى وهو لا يصلي عمدا، قال الشيخ لا يستغفر له ولا تقبل منه كل الأعمال، والأعظم من ذلك اسمعوا كلام ابن عثيمين. إذا مات الإنسان وهو لا يصلي فإنه لا يجوز أن يدعى له بالرحمة ولا أن يهدى إليه ثواب شيء من الأعمال الصالحة، بل ولا يجوز أن يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين. والواجب على أهله إذا مات وهو لا يصلي، الواجب عليهم أن يخرجوا به في الصحراء بعيدا عن المنازل، فيحفروا له حفرة ويدفنه فيها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا الله لا تجعلنا منهم يا حي قيوم. أنا ليش نزلت مثل هالمادة؟ لأن في ناس كثير بهالزمن مو بيصلون، إي والله يا جماعة مو بيركعونه، عشان كذا ودي تصل مثل هالمادة لأكبر شريحة من المجتمع عشان يحسون بخطورة الموقف وتسقط عنا الحجة. ولا فيو